حدثنا محمد بن أبي عدي عن أبن عون عن أبي رملة قال حدثناه مخنف بن سليمين قال ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات فقال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت أو على كل أهل بيت في كل عامين أضحاة وعطيرة قال تدرون ما العطيرة قال ابن عون فلا أدري ما ردوا قال هذه التي يقول الناس الرجبية